غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن دعوة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا والاهتمام العميق من الجانب الهندي